أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج أفكار حرة. طبعا برنامج أفكار حرة هي أول حلقة منه، وحابب يعني بصراحة نسوي هالبرنامج هذا لتجمع ثقافي من كل الأفكار الموجودة على الساحة الثقافية أو على الساحة الشرق أوسطية وشمال أفريقية، خلينا نقول. طبعا ضيفنا في أول حلقة هو الأستاذ أحمد سعد زايد، أخوي وحبيبي أحمد سعد زايد أستاذنا هو. بالبداية خلونا نرحب فيه، أهلا وسهلا فيك أحمد. أهلا بك يا أستاذ عزيز، أهلا بك. أهلا بك أحمد. أحمد حبيبنا بصراحة، يعني الناس متشوقين لهذا اللقاء اللايف، وأصدقائنا من الساعة 7 عم بكتبوا مستنين اللقاء هذا. يعني ما شاء الله، ما فتحنا البرنامج صار 20 مشاهد مباشر، يعني كويس. 20 شخص يعني عم بيتابعونا حاليا تقريبا. يعني أحمد، يا ريت بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، تفضل. أنا يعني أحمد سعد زايد، أحب أعرف نفسي بأن أنا إنسان يعني محب للثقافة، باحث على المعرفة، محاول للعقلانية منذ كنت يعني طفلا، ولا أستطيع أن أقول أنني صرت عقلاني أو يعني مثقف أو يعني محيط بكل شيء، بل يعني المثقف من وجهة نظري هو الشخص الذي يستطيع بمنهج علمي عقلاني إلى ما لا يعرف. يعني أي شخص عنده أكسس على المعلومات وعنده يعني فاهمة بشرية تستطيع التعامل مع جهل ذاته، هذا شخص من وجهة نظري مثقف. فنرجو أن نكون إيه من هؤلاء المثقفين الذين يحاولون العقلانية باستمرار. ومررت في حياتي بمراحل يعني مختلفة وتطورات فكرية، لكن كان كلها القاسم المشترك فيها هي محاولة العقلانية، ويعني حتى هذه اللحظة. يعني أنا اللي عايز يتعرف عليها أكتر يعني بالطريقة التقليدية والسي في وكده، يكتب أحمد سعد زايد موجز تعريف، هيجد إيه يعني سي في كده بسيطة. وطبعا في قناتي أيضا على اليوتيوب وحسابي على الفيسبوك، والتواصل مع الناس والتواصل لذة كلذة المعرفة والاكتشاف. بالضبط. على كل قناة، الرابط تبع قناة أخونا أحمد موجودة تحت الفيديو بالديسكريبشن، أول رابط وموجودة قناة أخونا أحمد على اليوتيوب. على فكرة أحمد، يعني قبل ما نطلع على الهواء، صديق من الأصدقاء سماك أمير المثقفين. يعني يعني أرجو أكون جديد بذلك، يسعدني. بجد بالتعليقات يعني حط أمير المثقفين. طيب أنا بس بدي أعرج على أصدقائنا الموجودين ونسلم عليهم وبعدين نبتدي الحلقة. أخونا برندي، أهلا وسهلا فيك. طبعا الأخ أوبي، أختي أوبي، أهلا وسهلا فيك. أو بي سوري أو بي بلاي، أهلا وسهلا فيكي، وأهلا وسهلا بأخونا مستر بلاك وأخونا علي عمدة. كثير من الأصدقاء موجودين، يعني أعتذر. نسرين، أهلا وسهلا فيك نسرين ومريم، كل الأصدقاء. بالحكم طبعا، بالحكم راح يكون معنا كمان. أنا بتمنى بس من أصدقائي حبايبي الحلوين، يا ريت بس تنشروا الرابط، حتى لأن القناة هي أو هي افتتاحية، أول مرة بسوي عليه بس مباشر. أتمنى من الأصدقاء إنه يوزعوا القناة الرابط، و حتى نستفيد كلياتنا ويستفيدوا أصدقائنا من هالمحاضرة القيمة اللي منتظرينها من أخونا أحمد. أحمد، الميكروفون معك والمحاضرة معك. طبعا أصدقائي، يا ريت تبعتوا لنا الأسئلة على السكايب، وأخوي حكمت راح يبعت الأسئلة. بدنا أسئلة تنطرح، أسئلة تكون بنستفيد منها كلياتنا أصدقائي. تفضل أحمد. أرحب بجميع الأسماء التي ذكرتها، ولا يعني أستطيع أن أعيدها مرة أخرى، وحتى اللي هيلحق بنا أثناء يعني البث، أو حتى من سيشاهد تلك الحلقة يعني فيما بعد. موضوع اللادينية، المعتقد الثالث. أنا ليا علاقتي يعني سلسلة محاضرات عن اللادينية بأنواعها المختلفة، الإلحاد واللا أدرية واللاكتماسية والربوبية أيضا،
يكون من الحسن ان احنا قبل ما نبدا الكلام في مساله المعتقد الثالث للبشريه ان احنا نقول ايه هي اللادينيه، وليه انا بسميه المعتقد الثالث في القرن الواحد والعشرين. اولا اللادينيه معناها شخص لا دين له، يعني ليس له دين من الاديان الموروثه الموجوده على الكوكب. ها قد يكون هذا بالميلاد، وقد يكون باختيار شخصي، يكون ولد مثلا مسيحيا او بوذيا او مسلما او الى غير ذلك من الاديان، وقرر ان هذا الدين والاديان الاخرى لم تقنعه فصار يعني لا دينيا. او الحاله الثانيه انه يكون مولود من ابوين لا دينيين او في مجتمع غير مكترث بالدين فينشا يعني بالاتفاق كده لا ديني، مثل معظم أهل الأديان في القرن العشرين والتسعتاشر والتمنتاشر إلخ، بل منذ يعني وجد الإنسان على هذا الكوكب الإنسان العاقل هو يرث الثقافة آباءه من آبائه ومن أهله ومن البيئة التي نشأ فيها. فدائما الشخص يعني كما يرث جيناته التي تحدد لونه وشعره ويعني وطوله والى يعني وشعره يعني انا اكثر منك شعرا يا صديقي يعني الجينات تحدد ذلك، والجينات لا دخل لنا فيها يعني حتى هذه اللحظة على الأقل في القرن 21 2016. قد يكون الكلام في كلام في المستقبل لا نعلمه، لكن في هذه اللحظة الجينات نورثها جبرا. أما الذي نرثه جبرا أيضا هي الثقافة. الثقافة هي اللغة، الدين، العادات والتقاليد، ما هو عيب وما هو ليس عيب، ما هي الإباحية وما هي الحشمة، لأن كل هذه الأشياء يعني نرثها من المجتمع، من المدرسة، من المعبد، من المسجد، من الأصدقاء في المقهى، من الشارع، يعني من كل هؤلاء بنرث تكوين ثقافي معين سماها أحد الأنثروبولوجيين وأحد العلماء يعني تسمية شاعت، وهي الميمات الثقافية كالجينات، ونحن نرثها كما نرث الجينات. لكن في الميمات طبعا أو في الثقافة يستطيع العقل النقدي والإنسان أن يختار إذا تشكل لديه نوع من الوعي أو نوع من الهجرة، أحيانا انتقل من بلد لبلد فيجد نسق ثقافي مختلف فيستطيع أن يختار يعني إيه ويدع إلى حد ما، يعني على حسب طبيعة هذا الشخص وعلى حسب وعيه وعلى حسب المجتمع الذي هاجر إليه أو هاجر منه، كل هذه العوامل إيه. والدين مكون أساسي في الثقافة الإنسانية، يعني معظم أهل الأرض يرثون الأديان وراثة لا عقلانية، بمعنى أنه كما ورث العادات والتقاليد، كيف يشرب، كيف يأكل، بل ما الأكلات التي يحبها، كل هذا من البيئة الثقافية غالبا. فأيضا ورث الدين. قليل جدا من الناس، نسبة ضئيلة إلى حد كبير، هي التي تختار أن تغير دينها. يعني لو عصر التحولات الدينية الكبرى انتهى، أيام الفتوحات، أيام القسطنطين الإمبراطور البيزنطي، أيام حرب أشوكا في الهند بين البوذيين والهندوس، كل هذا يعني انتهى. والآن التحولات الدينية غالبا بتكون بشكل فردي أو مجموعات قليلة وصغيرة، يعني إيه غير ذات مغزى في الأغلب. لكن اللادينية كانت لها قصة أخرى في القرن العشرين وهي لفتت انتباهي وذكرت هذا يعني. قبل ما نروح على اللادينية عندي السؤال هون، الدين برأيك الدين كيف إجا الدين؟ التفكير ذات نفسه، التفكير الغيبي خلينا نقول، كيف إجا وصار بيناتنا؟ يعني نحن بشر، البشرية عمرها 200 ألف سنة، البشرية الهوموسابيان يعني الدين عمرها 200 ألف سنة، كيف تطور وصل الانسان لمرحله انه يفكر بالغيب؟ كيف يعني هو علماء علماء الاجتماع الديني وعلماء الانثروبولوجي وكده، يعني كتابات عديده يعني بيرجعوا نشاه الدين. طبعا هناك وجهات نظر مختلفه، انا بذكر وجهات نظر علماء الاجتماع والانثروبولوجي واحيانا السايكولوجي كمان، لكن طبعا ديان الدين بيرون ان الدين جاء من المقدس، سواء كان المقدس هذا الله يعني اله واحد امون رع
او الله او زيوس او غير ذلك، او يعني او يعني اله او الهه او ثالوث او تاسوع، كل هذا موجود في التاريخ الانساني. فهذه هي وجهه نظر اصحاب الاديان. اما علماء الاجتماع فلهم نظره مختلفه، وخصوصا علماء الاجتماع الديني وفي نشأة الدين، يعني من أيام أوغست كونت إلى دوركايم حتى المعاصرين كلهم يعني تكلموا في هذا، وقالوا إن الأسباب الرئيسية لنشأة الدين، الأسباب الأرضية الثلاثة لنشأة الدين، واحد السبب الأنطولوجي، محاولة إجابة الإنسان على أسئلة الوجود، احنا من جينا منين ورايحين فين وقاعدين هنا واحنا هنا ليه، وهو والاسئله الثلاثه دول ابناء بنت يعني ابناء او بنات الوعي، لانه بدون وعي الحيوانات ما عندهاش هذا الاشكال، لان احنا عندنا الشعور بالوجود من عدم، الشعور بالوجود انك انت تبتدي تتكون وتشكل وعيك، فبتقول انا جيت الى هذا الكوكب، وبعدين انت تعلم هذه الحقيقه اليقينيه انك ستموت، وعندما ستموت هذا سؤال يؤرق الإنسان، يعني قد يكون يعني كما يقال أحيانا يعني سبب رئيسي، وحتى يعني زي ما هنشوف احنا بنتكلم في الخلاف بين المستقبل اللادينية، السؤال الذي لا يستطيع أن يغيب عليه العلم حتى هذه اللحظة، ويؤرق الإنسان فكرة الخلود، أنه يرغب الإنسان أن يكون موجودا إلى الأبد، بينما الإنسان لا يؤرقه أنه لم يكن موجود منذ الأبد، يعني منذ أول الزمان ما فيش حد فينا يعني كان بيقول أنه موجود، يعني إلا بعض الإخوة في أديان الشرقية اللي بيقولوا بالتناسخ، يقولوا بديمومة الروح وما شابه ذلك، لكن على الأقل الأديان اللي في منطقة الشرق الأوسط الإبراهيمية فيها تقول إيه بحدوث الروح، يعني الروح وجدت من عدم في لحظة ما وثم ولكنها ستستمر إلى الأبد. فالسؤال الأنتولوجي ده نمبر يعني نمرة واحد، سؤال أساسي اللي هو السؤال الوجودي بالتفريعات المختلفة اللي أهمها من وجهة نظري أنا، أهم من معنى الحياة، أهم من منين جينا، قصة الخلق، قصة الوجود، أهم من كل ده هو قصة الإيه المصير. دايما يقول لك يعني مهما كان عندك من الام في الماضي انت ممكن تتجاوزها، لكن المستقبل دايما يؤرقنا جميعا. يعني ده السبب الاول. السبب الثاني وهو الحاجه السيكولوجيه، يعني الانسان لما بيكون يعني في لحظه ضعف، لحظه مرض، لحظه عجز باشكال العجز المختلفه، بيحتاج شخص يبكي بين يديه، يعني حتى لو يعني يعني زي ما بنحمل بنروح مثلا لو واحد مات له صديق او مات له يعني صديق مات له اب او زوجه او ما شابه، بتروح تعزيه، فانت مش هتعمل له حاجه، يعني لن ترجع المفقود يعني، ولكن هذا الكلام يريح الانسان انه يعني يعطيه امل، يعطيه ان يعني او حتى لو واحد يعني اطباء قالوا له ستموت بعد شهر، فنقول له يعني ان شاء الله ربنا هيكرمك وما شابه هذا الكلام، هذا الكلام مريح للنفس، يمكن من هنا اتقال بالمعنى الجيد للكلمه عند بعض قساوسه المسيحيه ان الدين افيون الشعوب، قيلت يعني ماركس قالها طبعا بالمعنى السلبي، لكن بالمعنى الايجابي انه يعني ايه يريح الاعصاب ويجعل الانسان قوي في مواجهه الازمات، بل يجعله ممكن يضحي بنفسه ايضا من اجل المجتمع او الدين او الفكره، زي ما بنشوف يعني في عمليات انتحار وما شابه ذلك. هذا البعد السيكولوجي. في بقى بعد كمان ايضا مهم هو حفظ النظام، البعد السوسيولوجي الاجتماعي، البعد الاجتماعي لوجود الدين، ايضا الدين كان ضروري يعني في عصر لم تكن هناك يعني كاميرات مراقبه، ان يعني ودي حجه نيتشاويه، يعني نيتشه قال فكره ان الدين يعني بعكس ماركس قال الدين خدعة يفعلها الفقراء من أجل ابتزاز أموال الأغنياء، فقال نيتشه بالعكس يعني بل هو خدعة يفعلها من أجل يعني إيه ماركس قال عفوا خدعة يفعلها الأغنياء من أجل إن هو يقول للفقير اشتغل مثلا ب 100 جنيه في الشهر والباقي ستأخذه يعني في السماء من الله. نيتشه قال العكس، قال ان الفقراء هم اللي عملوا هذه الخدعه من اجل ابتزاز الاغنياء. البعد الاجتماعي سواء كان يعني النظره اللي هي الاستغلاليه سواء كان من الفقراء للاغنياء او من الاغنياء للفقراء او حتى من السلطه
السلطه السياسيه من اجل حفظ النظام، انك تقول ان اذا كان هناك يعني في العصور الماضيه تحديدا لا توجد كاميرات مراقبه كافيه، فنقول ان عين حورس في مصر القديمه ستراك، او عين ازيس، او يعني منكر ونكير، او الملك اليمين وملك الشمال، او يعني على خلاف الاديان ووجهات نظرها او ما تقوله في هذا، انك مراقب يا صديقي فاحترم نفسك يعني. فهذه نشأة الدين من وجهة نظر علماء العلوم الاجتماعية والإنسانية. أديان طبعا كلنا نعرف إن يعني أن الله أرسل رسولا، أو أن يعني في الهندوسية ما فيش رسل وأنبياء، لكن الدين نزل بشكل ما باتصال الإله بالخلق أجمعين عن طريق طبقة البراهمة أو عند بوذا، يعني طرق مختلفة وجهات نظر أهل الدين. فممكن نقول أن الدين نشأ في الدينيين يقولون كلاما، وعلماء الاجتماع والأنثروبولوجيا يقولون كلاما، والكلام كله مطروح، والعقل النقدي الذي يريد أن ينتقد الثقافة ويواجهها ويواجه الكلمات الثقافية عليه أن يختار يعني ما يجده يطمئن له ضميره وعقله. نخش بقى في اللادينية. اللادينية كانت احيانا بتكون موجوده، احنا نعرف نقول لنا قصه حي ابن يقظان يعني، وحتى عملوها الغربيين روبنسون كروزو، واللي حي ابن يقظان حتى تكررت يعني في التراث الحضاره العربيه الاسلاميه، عملها ابن سينا، عملها ابن طفيل، وايضا عملها ما يشبه ذلك السهروردي اللي قتله صلاح الدين. السهروردي المقتول كان رجل يعني صوفي فيلسوف اشراقي، كان يعمل حاجه اسمها الغربه الغريبه، شبيهه يعني كأنه يعارض فيها ابن سينا، في ان شخص يولد في جزيره وهو لا يدري شيء. وابن النفيس ايضا عمل محاوله يعني الفاضل ابن كامل بدل حي ابن يقظان، ان واحد يقعد في جزيره ينشا فيها ما فيش لا اب ولا ام ولا شيء، متربي زي طرزان كده مع الحيوانات ويبتدي يتكون عقله، هل سيصل الى اي دين او اي ايمان؟ فطبعا القصه بقى معروفه واللي عايز يقراها يقراها، لكن الفكره ان هذا الشخص لن يكون له دين، يعني لن يكون له طقوس معينه، له شعائر معينه، ممكن يقتنع بوجود قوه عليا في الكون، الله او ارواح او ما شابه ذلك، او ممكن لا يقتنع بهذا، لكن وفي الليالي المظلمه اكيد هيبقى محتاج يعني حد يناجيه حتى لو بالكذب، يعني محتاج في هذه الليالي المظلمه أن يناجي أحدا حتى لو بالكذب. فاللادينية باختصار هو يعني تعريف بالسلب، يعني لا يوجد دين ونظام ديني معتنق هذا الشخص. وقد يكون من المفيد إن احنا نقول الإحصائيات إن أكثر المعتقدات انتشارا في القرن العشرين هو معتقد اللادينية. يعني أنا بسميه معتقد مش بسميه إيمان طبعا، لأنه قد يكون معتقد برضه بالايمان عن طريق الوراثه احيانا، لو كان مثلا واحد نشا في المجتمع زي انا راح نجي اسباب انتشاره بالقرن العشرين بالتحديد، بس في اصدقاء يعني مشان نوضح لهم الفكره بعدين ندخل بالموضوع المعتقد الذي يقولون انه اللادينيه ليست معتقد يعني، فهن كثير ركزوا على المصطلح يعني انه اللادينية ليست معتقد، فكيف انت تعرفها بالمعتقد؟ لا انا بعرفها بالمعتقد لان ايه هو ايه هي العقيده؟ يعني الايمان غير العقيده، العقيده هي الشيء الذي تطمئن اليه نفسك وتعقد عليه عزمك، انك تقول مثلا تستخلص نتيجه انه لا يوجد دين الا بشري، كل الاديان الموجوده في الارض بشريه، فأنا غير ملزم باتباع أحد هذه الأديان، وأنا يعني أتبع عقلي، أتبع ما يرتاح لي ضميري، والإنسان يصل إلى هذه القناعة وتكون له سلوك، يعني تكون يتبع هذا السلوك معين في ممارسته الحياتية، لكنه ليس إيمان. الإيمان هو الإيمان عادة بيكون بشيء لا تستطيع البرهان عليه. المعتقد غالبا حتى لو بالكذب يعني تستطيع البرهنة عليه نسبيا، يعني هي من أجل هذا نشأت العلوم اللاهوت والكلام وما شابه ذلك،
أن العقيدة الواحد يستطيع، الإيمان يعني صعب تبريره، الإيمان قلبي ومن الصعوبة بمكان. يعني أنا ما بقولش مثلا أنا مؤمن أن جنبي كوباية مية، لكن أنا ممكن أقول أنا معتقد أن في التلاجة فيه مثلا حاجة ساقعة، أو فيه يعني زبادي، أنا معتقد ذلك اعتقاد جازم وله أسبابه ودواعيه ممكن تكون العلمية. أنا شفت مثلا ابني أو أختي أو كذا دخل بحاجة، فأنا معتقد اعتقاد له مبرراته، وأحيانا بيكون المبررات دي كاذبة. الفكرة بتاعت اللادينية هو يعني هل قبل القرن العشرين ما كانش فيه لادينيين؟ كان طول التاريخ كان يوجد كثير من اللادينيين، بس مش بالكثرة الكثيرة التي حدثت في القرن العشرين، ده ممكن نقول أسبابه بعدين زي ما حضرتك قلت. لكن اللادينية الجانب المختار، وهم كثيرين يعني لو قلنا في القرن العشرين نتيجة ان في ناس كتير بتتحول من الأديان اللادينية، فأصبح الذين يعتقدون ذلك احيانا ممكن ايضا يعتقدون ذلك. انا ليش شبهت المثال اللي هو التلاجة التي فيها يعني آيس كريم مثلا، لان بعض ممكن للتيار بعض الناس الذين يعتنقون اللادينية مش بالضرورة يكون عن وعي او نتيجة، ممكن يكون وراثة، ممكن يكون نتيجة أزمة سيكولوجية، يعني ممكن حتى في داخل الإلحاد ذاته، مش اللادينية، وهو الإلحاد أحد فروع اللادينية، الإلحاد ذاته في إلحاد سيكولوجي فلسفي، إلحاد علمي، يعني تأثر بالفلسفة تأثر بالعلم، ممكن إلحاد أيضا وراثي. يعني أنا كان لي صديقة عندما كنت في بريطانيا، عندك كان لي صديقة كانت صينية، وهي سؤال الدين لم يرد على عقلها، يعني عندما كنت أتكلم معها كان سؤال الدين ليس موجودا، كان هو موجود يعني حتى في أوروبا، طبعا فضلا عن الشرق الأوسط اللي هو سؤال الدين سؤال كبير، في أوروبا أقل، لكن في الصين السؤال غير موجود، يعني هي ما فكرت أصلا السؤال، يعني لم يطرأ على بالها، يعني زي ما أنا أسألك ماذا تفضل من الفرق وأنت لا تحب كرة القدم، في أي فريق لكرة القدم تحب في موزمبيق؟ يعني تقول لي يا عم انا مش بشجع اللي في بلادنا عشان اشجع اللي في موزمبيق، يعني انا غير مهتم بالكره في بلدي، ما بالك بقى تقول لي في موزمبيق؟ يعني السؤال لم يطرأ على بالك وتجد السؤال سخيفا، يعني ايه؟ فعشان كده هو كلمه معتقد ادق، لان بقى يعني مش كل الناس اللي يعني، وخصوصا مع انتشار اللادينيه زي ما هنقول من 2% من كوكب الارض في اوائل القرن العشرين وفقا لاحصائيات ممكن نرفعها لكم بعدين يعني لمؤسسة جلوب الأمريكانية وموجودة على النت، اللي يعمل سيرش يلاقيها، من 2% إلى حوالي 16 أو 17%، يعني ممكن الكلام ده في 2001 ممكن زادوا، قال له بقى ما مش متابعهم يعني، لكن في 2001 أظن أو 2002 كانوا وصلوا ل 16 أو 17%، يعني في جدول المعتقدات الكبرى الأديان الكبرى أو المعتقدات، مش أديان بقى، عشان كده سميت السلسلة المعتقدات، ما حبيتش أسميها الأديان لأن فيها أربع أديان وهذا المعتقد، فالدين معتقد أيضا كما كان لادينية، وقد يكون الدين أيضا الاقتناع به اقتناع زي المتحولين دولة لأسباب عقلية حتى ممكن تكون خطأ، مش بالضرورة أسباب يعني أو سيكولوجية، أو واحد شاف حلم. شفت نماذج أنا كثيرة من المتحولين من في بريطانيا، من اللا أدرية الساذجة إلى الإسلام، أو أحيانا إلى المسيحية طائفة أخرى، وأحيانا شهود يهوى ومورمون وهؤلاء، وأحيانا أيضا للبوذية. المرة الأخيرة دعاني أحد الألمان نقل الهندوسية، وقعدت أتكلم معاه يمكن ساعة في مدينة ميونخ السنة الماضية، كان هندوسيا ولابس بتاع اللي هو اللبس بتاعهم بتاع كده، وقعد وعطاني كتاب، فأحببت أن أخذ الكتاب منه لكن وجدته بالألمانية، فقلت له خليك يعني تاخذ ثواب مع حد آخر لأني لا أعلم الألمانية، لو كان إنجليزيا. عندي سؤال أحمد، يعني أنت لما قلت ممكن من اللادينية الساذجة يروح على الدين، يعني لا أدرية كيف؟
اللا أدرية الساذجة. اللا أدرية الساذجة. طيب يعني برأيك اللي مثلا يصل لمرحلة اللا أدرية أو اللا دينية، هل من الصعب برأيك إنه يرجع لمسألة الدين؟ أنا أرى يعني على حسب هو بذل جهد في البحث قد إيه، يعني لو واحد مثلا يعني معادلة الارتداد في الكونفرت يعني المتحولين من دين لدين بيحصل يعني ده الذي لا يذكر يعني إلا قليلا، بيرتد يعني يرجع إلى ما كان عليه إيه أو يترك الإسلام أو يترك البوذية أو كذا. هذا وارد ان الشخص مثلا يكون ملحد وثم يعود مره اخرى الى ايمان ما، او شخص يكون عنده شكوك دينيه، يعني مثلا زي مصطفى محمود عندنا في مصر، هو يعني عموما كان ملحد بالمناسبه، وهو كان مؤمن باله باستمرار لكن كان عنده شك في الاسلام، وهذا الشك تجاوزه وعمل كتاب شهير اسمه رحلتي من الشك للايمان، وعمل لنفسه ايمان خاص. عادة الأشخاص اللي بيكونوا مروا بتجربة اللادينية لو كانت التجربة عميقة هيكون صعب جدا إن هو يرجع إلى الإيمان، خصوصا لو كان يعني جاي من خلفية دينية، لو جاي من خلفية غير دينية لا اكتراثي أو لا أدري ثم أصبح ملحدا ممكن هذا يعود بشكل أسهل، لكن لو كان يعني متدينا دارس لدين قسيس أو ما شابه هيكون من الصعوبة المكان، لكن هناك حالات ممكن بيرجع إلى الربوبية لكن يظل لا دينيا، يعني بس ممكن يترك الإلحاد يبقى لا ربوبي، أو يترك الإلحاد يبقى لا أدري، أو يترك لا أدري يصير ملحد بعد ما كان لا أدري، يعني بتصبح هكذا المسألة. لكن إن هو يرجع مرة أخرى لاعتناق ديني صعب ما لم يكن هذا هذه اللادينية لادينية موروثة أو لادينية ليست عن دراسة، ممكن عن تأثر، حب واحدة حبت واحد، يعني ولد حب بنت أو بنت حبت ولد، أو نشأ في مجتمع أو وجد أن اللادينية تعطيه حرية مثلا أنه يشرب الخمرة ويصاحب بنات كما أسميها أحيانا حتى في الأيديولوجيات السياسية ما يسمى إيه يعني بالليبرالية، التي هي ليبرالية على ما اتجوز، يعني هو ليبرالي لكن له ليس ليبرالية مع إخواته البنات، وهو ليبرالي هو يعني صاحب البنات الجيران لكن لا يحب أحد أن يصاحب يعني شخصية السيد اللي هو الشخص اللي هو يعني يريد أن يتبع معتقدا سواء كان دينيا أو لا دينيا من أجل منافع، بانقضاء هذه المنافع ممكن يعني زي بعض الفقراء يكون ماركسي ومع حقوق الطبقة العاملة، وإذا اتغنى أصبح رأسمالي شرس أكثر من ترامب، يعني شديد التوجهات الرأسمالية، فهو كان أصلا ما كان ماركسي ولا شيء، هو كان يعني ماركسي من فقره من غلبه، فنفس الشيء يعني ممكن البشري دايما يعني يغير أشياء كثيرة. التحول يعني في القرن العشرين من الدين 100% من الناس متدينين، 2% يعني لا دينيين، انتشار ذلك كان طبعا نتيجة عوامل كثيرة منها ثورة العلم، ثورة المعرفة، الفلسفة، المدارس الفلسفية والاتجاهات، التجارب الدينية وفشلها، يعني قد يكون هذا مدخل كبير لكثير من الناس للاعتناق اللادينية أكثر من الإلحاد، من اللي هو القراءة الفلسفية أو القراءة العلمية أو دراسة الأديان، التطبيق والممارسة للسلطات الدينية بيجي على الشخص، يعني يشوف والله لو كان الدين بهذا الشكل يعني بناقص أحسن، إن استغنى عنه أفضل، لأنه يعني تسبب في إشكالات ودماء وأشلاء زي ما بيحصل الآن في العالم العربي، وزي ما حصل في أوروبا في العصور الوسطى بل حتى في العصر الحديث، يعني حتى بقى يعني الحروب الشهيرة حصلت بعد عصر الإصلاح الديني والسبعين سنة والمئة سنة بين الكاثوليك والبروتستانت، التي يعني حتى يقال إن في أحد هذه الحروب يعني أكثر من ثلث الشعب الألماني تم قتله بسبب الحروب، يعني أيهما أفضل الكاثوليكية والبروتستانتية. وبالملاحظة نجد أن أعنف في الحروب الدينية هي تكون بين الدين الواحد، يعني أكثر من الحروب الدينية، يعني مثلا بين المسلمين والمسيحيين
هتكون حرب شرسة أيضا، لكنها أخف من الحرب بين المسلمين والمسلمين زي الفتن الكبرى وما شابه، أو الحرب بين المسيحيين والمسيحيين حول الإيمان المسيحي وما هو الإيمان المسيحي الصحيح، بتكون هذه الحرب أكثر شراسة. كل هذه العوامل يعني الفلسفية والعلمية والثورة والقدرة على تفسير الوجود. أنا طبعا في نشأة الدين في عنصر رابع ما قلتوش لأنه ما بقاش مهم قوي، وهو عنصر اللي هو ما يسمى بإله الفجوات، اللي هو التفسير الأسطوري للعالم، التفسير البسيط، إن مثلا إيه اللي بيعمل الرعد؟ تقول مثلا ده في ملاك ماسك كوباج يطرقع كده الكوباج، فاللي يعمل الصوت عشان ينزل المطر، وهذا من عند الله أو إله صغير لو كانت تؤمن بآلهة متعددة. كل هذا بس يعني هذا الآن كثير من حتى من أهل الأديان بدأوا يعني يستحون من ذكر هذه الأسباب مهما كانت، يعني بقول المعظم طبعا، في بعض الناس ما زالت تؤمن بها يعني بأفكار مثل هذه. فكل هذه العوامل يعني عامل الممارسة الدينية أنا شايفه هو العامل الأول في التأثير في الوعي، وطبعا يعني العامل الثاني مباشرة بعد الممارسة الدينية العلم والثورة العلمية وتفسير الكون والوجود. العامل الثالث المذاهب الفلسفية، يعني زي الطبيعي اللي هو المذاهب المادية، حتى المثاليات اللي هي المثاليات اللادينية، كل هذه الأشياء أدت بالعقل إن هو يترك الدين. حتى يعني في المستقبل يعني كثير من علماء الاجتماع والأنثروبولوجي كانوا معظمهم لا دينيين، تنبأوا في إن القرن العشرين ستكون سينقرض الدين وسينتهي الدين، لكن كانت الممارسات في القرن العشرين خلاف ذلك، بل حصلت صحوة دينية في السبعينيات تحديدا في الإسلام وفي الهندوسية وفي المسيحية. وكان السبب يعني طبعا تفسيرات كثيرة، منها مثلا الحربين العالميتين الأولى والثانية، أزمات النظام، تشجيع أيضا المخابرات الأمريكية لمجابهة المعسكر الروسي، كل هذه الأشياء أدت إلى أن التوقعات علماء الاجتماع ما حصلتش، لكن توقعاتهم هي ما حصلتش كما يتوقعون بانقراض الدين، لكن تحصلت بايه؟ بالنسبه يعني في اول القرن كانت 2% يعني من اللادينيين عايشين على الكوكب، في نهايه تضاعف 8 اضعاف. اظن كان 2 من 1000 النسبه ببدايه القرن العشرين. يعني الاحصائيه موجوده، انت هتقول ناسي دلوقتي، انا بتكلم من قدامي ده مش ورق، بتكلم كده يعني بوحي. انا بتكلم مباشر. احمد انت ذكرت حتى بالمحاضره انه كان 2% وصارت 160 من 2 من 1000 صارت 160 من 1000، يعني تقريبا 80 ضعف. 80 ضعف ممكن يكون، انا ناسي الان ان هو 2% ولا 2 في ال 1000، لكن هم اكيد بقوا 160، يعني اكيد بقوا 160 وفقا للاحصائيه في الالف، يعني 16%، ودي تديهم الرتبه الثالثه يعني في المعتقدات الكبرى للبشريه. الاول المسيحيه، يليها الاسلام، يليها اللادينيه، يليها الهندوسيه، يليها البوذيه. هذه ترتيب المعتقدات يعني في اللحظه الراهنه على الاقل. التوقعات المستقبليه بقى يعني نفس التوقعات بتاعه علماء الاجتماع، في صحوة خصوصا يعني صحوة لادينية، إنجاز التعبير زي ما بنقول صحوة دينية، فصحوة دينية بشعبها المختلفة اللي قلناهم إسلام ومسيحية وهندوسية ولعلها أيضا بوذية، لكن الصحوة اللادينية هي ما يسمى بالتيار الإلحادي الجديد، يعني دوكنز ودينت وسام هاريس والآخرين، زائد تواصل العالم يعني مثلا لو كان واحد يفكر افكار شكوكيه في الدين في سنه 1950، فبالكتير قوي هيكلم صاحبه على القهوه ويقول له استغفر الله العظيم، لكن الان لو دخل على الانترنت يعني الكتب الممنوعه ليست ممنوعه، موجوده PDF، هناك اصدقاء حول العالم
واذا كنت تعرف لغه غير اللغه العربيه، يعني بنتكلم على المنطقه العربيه يعني فرنسي او انجليزي او غيره، هينفتح اليك يعني افاق لا نهائيه من المعرفه، من الاصدقاء، من طرق التفكير، ويستطيع الشخص ان هو يبتدي اذا كان محبا للثقافه ولو بقدر ضئيل حتى هيبتدي يسال نفسه يعني، طب انا بالصدفه اسم او انا بالصدفه اسمي علان او فلانه او كذا، طب ليه انا كده؟ طيب هتبتدي هذه الاسئله اللي عاده بتكون يعني في سن الشباب اكثر منها في سن ايه الكهوله او الكبر، يعني الا قليل من الناس اللي ممكن ياخد قرارات مصيريه في وسط حياته او اخر حياته، لكن اغلب الناس بتفكر هكذا في فتره التكوين والتاسيس الثقافي. فالشخص بيبتدي يبحث، وهذا موجود يعني. انا شايف ان سبب رئيسي من مع الاحترام الشديد لعلماء الاجتماع والاسباب اللي كلها اللي ذكرناها، انا شايف سبب رئيسي هي ثوره المواصلات ايضا والاتصالات. ثوره المواصلات والاتصالات يعني ما كانش يعني الرحله اللي انا عملتها دي من شهرين كانت مستحيل واحد يعملها مثلا لو انا كنت يعني لو رحتها، حتى اهلي هيسلموا عليا هم يبكون لان متوقعين ما يرجعش يعني لاي سبب يعني. بينما الان الواحد ممكن يزور 15 16 دوله في خلال 3 4 شهور، هيشوف اشكال والوان من الناس والمعتقدات والالوان والعادات والتقاليد، هذه عند الشخص الواعي ستضع عنده اسئله هيحاول يجاوبها فينجح ويفشل، او يعني او بين النجاح الباهي والفشل الواضح هناك دائما طرائق كثيره. فالاسباب للانتشار اللادينيه في القرن العشرين هو يعني انا ارى يعني انا وجهه نظري الشخصيه ان السبب الاول هم رجال الدين اكثر يعني داعيه لاكثر من يعني اشد اللي هو مثلا لو قلنا اشد الملحدين اصغارا مثل الاخ مثلا ريتشارد دوكنز او غيره، يعني لن يكون بمستوى نجاح يعني رجل دين متعصب في يعني تاثيره على الجماهير هيكون اشد. ف اللي عاوز اقوله ايضا هو ان اللادينيه هي محاوله إجابة على إشكالات الإنسان المعاصر في ما يواجه، بيحاول يعني يتخلص من زي ما الواحد ماشي عليه أعباء كثيرة وأفكار كثيرة أسطورية من وجهة نظره، فبيحاول يتخلص منها حتى يكون أكثر يعني حرية، أكثر حرية. الإشكال الأكبر أو يعني اللي خلى مثلا المشكلة التي عاقت اللادينية من وجهة نظري أيضا يعني وجعلت مثلا المعدلات بتاعت علماء الاجتماع ما تحصلش، أن هناك كثير من التجارب اللادينية كانت يعني فاشلة، يعني بالتحديد يعني النموذج البشع بتاع الاتحاد السوفيتي وستالين، النموذج البشع بتاع ماو تسي تونج. طبعا في ناس كتير يحاولوا يلحقوا كل ما هو يخالفهم بالالحاد واللادينيه، يعني هتلر مثلا لم يكن لادينيا، يعني هتلر كان صديق للبابا وكان كاثوليكي، فهي الحرب العالميه الاولى والثانيه تمت بين معسكرات متدينه الا الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي طبعا ما كانش ايه، كان هو يعني يعلن الالحاد. يعني هذا السبب طبعا يعني جعل الانسان يعني يلجأ للدين. يعني كثير من الذين تركوا، يعني انا زرت بلاد اوروبا الشرقيه وروسيا فشفت ان كثير من الناس يعني هو قال له من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، وفي النهايه هي اصبحت راسماليه الدوله، بل الدوله هي يعني مستبد والناس عايشه على اقل من الكفاف، و واللي يرفع يفتح بقه ويعارض او عايز يتدين حتى كان يعني يتم استئصال راسه. فكانت اشكالات، يعني كان كل هذه الاشكالات جعلت الانسان يعود للدين مره اخرى في السبعينيات، مع يعني دايما طبعا كما تعلمون جميعا في الظاهره الانسانيه والاجتماعيه ما فيش حاجه اسمها سبب واحد،
دايما الاسباب بتبقى ايه متشابكه كتشابك النفس الانسانيه، يعني بيبقى فيه تشابكات كده بين عناصر مختلفه. والذي زي ما انا قلت هو الشخص الذي لا يؤمن باي دين. طبعا انواع، يعني في طبعا اجوبيين اللي هم معظم فلاسفه عصر الانوار، فولتير، جان جاك روسو، مونتسكيو، كل معظم هؤلاء كانوا اجوبيين. وفي القسم الثاني، القسم اللي لا ادري، وهو القسم الذي يقول بان واحيانا اللا ادريه بتكون لا ادريه سالبه واحيانا موجبه واحيانا ساذجه. يعني اللا ادريه، يعني اذكر كلمه لراسل شهيره انه يقول اننا عندما هو كان لا ادري راسل، لكن له يميل الى الالحاد، كان زي ما نقول على موجحه، على اجوحه كده بين الالحاد واللا ادريه. فكان يقول لما اقعد مع يعني فلاسفه او مفكرين اقول لهم انا لا ادري، ما عنديش حاجه تثبت عدم وجود اله. والمثال بتاعه الشهير اللي كلنا بنستخدمه احيانا في او كل اي حد يعرفه، اللي هو مثل ابريق الشاي، ابريق الشاي اللي بين من المستحيل اثبات الوجود ومن المستحيل اثبات العدم. فبيقول لما اتكلم مع فلاسفه، حتى في المناظره الشهيره بتاعته مع كوبلستون، فيلسوف انجليزي كان قسيس او يعني مؤرخ للفلسفه، ليس فيلسوفا، مؤرخ للفلسفه، فعمل المناظره، فقال له هد ادله الالحاد. فراسل قال له ما عنديش ادله للالحاد، انت جيب اي دليل للايمان والدين وانا انقضه لك. فكان لا ادريا بجداره فيها تلك المناظره. هو قال انا لما بكون مع الفلاسفه والعلماء بكون لا ادري، لكن عندما اتكلم مع رجل الشارع، عشان لما اقول لا ادري رجل الشارع هيقول ده يعني ازاي فيلسوف كبير ولورد وكذا وجاهل. فكان يقول انه ملحد، يعني انه ملحد مع العوام يعني، ومع العلماء كان يقول انا ايه لا ادري. واللا ادريه انواع، هي اللا ادريه بيقول احيانا باستحاله المعرفه اصلا، استحاله المعرفه وحسمها في الموضوع ده هوت، واحيانا بيقول بعدم وجود الدليل، يعني لا يوجد دليل يقنعني، لكن مش بقول باستحاله المعرفه، فدي موجبه ودي سالبه، يعني دي اخف شويه، لا ادريه اخف من لا ادريه. في بعديهم ممكن اللا اكتراثيه. اللا اكتراثيه ده هذا الموضوع موضوع فارغ لا يهمني، يعني كل القصة اللي انتوا عاملينها هذه قصة فارغة، بل أنا شايف يا صديقي العزيز أن مسألة الألوهة والله وكذا وكذا قضية فارغة، يعني أنا لست ملحدا ولست مؤمنا ولست لا أدريا، وشايف أن لكنني متأكد من أن هذه الأديان أديان أدت إلى كثير من الشرور وليس فيها منفعة. وطبعا التيار الرابع من اللامدينية هو التيار الإلحاد، والإلحاد أيضا إيه؟ إلحاد سلبي وإلحاد إيجابي. السلبي الذي يقول بانني يعني انا لست ملحدا، انا لست مؤمنا باي اله، لانني لا يثبت عندي وجود اله، فانا لهذا صرت ملحد. يعني ده زي اللا ادري، يعني اللا ادري القوي، مع خطوه زياده ان بيقول ما فيش اله، يثبت عدم وجود اله. الثاني اللي هو الالحاد الصارم، حتى في الحوار الشهير مع يعني شفته موجود على اليوتيوب، لما قالوا لو كان الالحاد اللي هو الصارم الذي يؤكد عدم وجود اله ويحاول يجيب براهين علميه وفلسفيه على عدم وجود اله، فسالوا دوكنز قالوا له انت لو الالحاد 7 من 7 هتبقى انت كام؟ قال انا هكون 6 من 7، يعني ترك شيء للايه؟ للاحتمال. فهذه هي اللادينيه بشعبها المختلفه. اي النقطه الاهم في اللادينيه من مساله الاله، يعني عشان كده كثير انا يعني اظن ان مساله الاله بالنسبه للادينيين ينبغي ان تكون مساله ايه يعني فرعيه. الان من ال يعني كنت اهزر مع صديق لي، يعني تعرفت عليه يعني عده اصدقاء يعني ملحدين، فاقول لهم ماذا فعل لكم اله ارسطو حتى تكرهوه مثلا، او ماذا فعل لهم قال لكم اله سبينوزا حتى تكرهوه. ف المشكلة الأساسية في مسألة اللادينية هي مسألة الدين والموقف من الدين. الإجماع بين اللادينيين على أنه الأديان يعني صنعت في الأرض. الخطوة الثانية يختلفون بقى بينهم اللادينيين، هل الأديان شر مطلق؟ في بعض اللادينيين ممكن أنا أسميهم إيه المتطرفين شوية، يقولوا الدين
يعني شر مطلق، وبعض التانيين لا يقولوا الدين نشأ نشأة تاريخية نتيجة ظروف معينة فكان فيه كثير من الخير أحيانا، وأيضا فيه كثير من الشر. والتجربة الإنسانية يعني كما نشأت أديان في العصر القديم كلها قائمة على التعددية الإلهية، زي أديان مصر القديمة وبابل وسومر واليونان القديمة وروما، يعني معظم الأرض كان مؤمن بنظم متعددة الآلهة، الديانة الهندوسية حتى هذه اللحظة. و قبل هذه الأديان في الأديان اللي هي اللي بيسموها البريميتيف البدائية خالص، الأديان اللي هي القائمة على الإيمان بالأرواح أو الإيمان بالطوطم وما شابه ذلك، اللي بيسموها الأديان البدائية. طبعا ممكن في تحفظات على هذا حتى عند بعض علماء الأنثروبولوجي، يعني أنت بتقول ده إنسان بدائي يعني، فأنت بتقول إن أنت يعني أحسن منه وكذا، وكل الناس لا تخلو من ثقافة والثقافة دي بنت التاريخ. بغض النظر، لكن في الأديان ما يسمى يعني في التصنيفات التقليدية أديان بدائية، وبعد كده الأديان اللي هي قائمة على التعددات الإلهية، وبعد كده بقى الأديان اللي هي الكبرى التي فيها المؤسس. أديان قائمة على التعدد الإلهي، لأن الدين واحد قائم على التعدد الإلهي في مؤسس معلوم. يعني الهندوسية ما نعرفش مين اللي عمل الهندوسية، دين مصر القديمة بتاعنا احنا اللي قعدنا نعبد الله عليه أو نعبد أمون رع 5000 سنة، أكثر من الأديان الإبراهيمية كلها، 5000 سنة مع أمون رع وحورس وإيزيس وكذا وكذا. حتى كتبت مرة بوست على الفيسبوك بقول تخيل لو واحد يعني أنا رحت كده ومثلا أصلي في معبد الكرنك منذ 3000 سنة، وقلت لهم يا جماعة المعبد هذا وقدس الأقداس الذي يدخله إلا يعني قمة الكهنة، كل هذا سيكون بعد 2000 سنة متحف يأتي إليه السياح يتفرجون، واحد مع صديقته يأكل آيس كريم ويدخل قدس الأقداس ويأخذ صور سيلفي. يعني كانوا الناس ممكن يعني لو قلت لهم هذا من غير انتقاد لعقائدهم، حتى قلت لهم إن هذا المعبد سيكون يعني متحف، كانوا الناس يعني اتجننوا، واكيد كنت سالقي يعني ساوضع داخل احد الاهرامات يعني. فهكذا الناس كانوا عايشين في لحظه تاريخيه لا يوجد مؤسس لهذه الاديان كلها، لا يوجد مؤسس معلوم على الاقل. بعد ذلك بقى الاديان اصحاب المؤسس، يعني اللي فيها المؤسسين، الاديان الكبرى اللي فيها المؤسسين زي البوذيه طبعا معروف، بوذا، الكونفوشيوسيه، اللاوتسيه اللي هي بيسموها الطاويه، طبعا الأديان الإبراهيمية الشهيرة موسى والمسيح والرسول. ومعلوم أن يعني أن مراحل لتطور الفكر الإنساني. هكذا ينظر بعض اللادينيين، بعض اللادينيين الآخرين يعني أرى أنهم ممكن في نظرة أحيانا مرتبطة بالتجربة، مرتبطة بالتجربة الشخصية بالتجربة المجتمعية، يرى يعني الدين لم يأتي إلا بالشر وفقط، ويعني التجربة الإنسانية كلها هي تجربة تجمع بين الخير والشر. كما أنه يعني في الممارسات بتاعة الإخوة بتوع الاتحاد السوفيتي وكذا رفعوا شعارات جميلة جدا براقة جدا يعني، ولكنهم في النهاية كانت النهاية كارثية نتيجة الدوغما. حتى كتب ضدهم يعني كارل بوبر كتابه الشهير الذي يقول فيه أسطورة الإطار، أنك تغلق والنظام مغلق من الأفكار وترى أن الأفكار هذه ستكون، وهذا بقى ممكن يكون إيمان وإيمان سيء، يعني مش مجرد إيه معتقد، يعني أشد من المعتقد أنك أن تكون عندك ما يسمى بالدوغما، يعني أفكار مقولبة صلبة لا تقبل النقاش. وكلما كسرت هذه الأفكار في عقل الإنسان كلما كسر يعني تعصبه، يعني هي الدافع الأساسي للتعصب هو وجود الدوغما. ممكن أحيانا يتحول المعتقد اللي هو الثالث اللادينية أو معتقد متسامح من الأديان اللي فيها شيء من السماحة، يعني نعلم جميعا أن شعار المسيحية كان هو أن الله محبة وإذا ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر في بعض التعاليم، لكن في الممارسة كانت إشكالات كبرى. ونجد دائما النص الديني هكذا، النص الديني هو ابن الشخص الذي يؤوله.
أشكرك أخوي أحمد، بصراحة في عندي سؤال بده 3 محاضرات. اه اتفضل. لا هو ما انا عايز يبقى فيه حوار اكتر، احنا ميزه اللايف ان يبقى فيه يعني حوار. على كل، يعني أنا أشكرك على هالوقت هذا، ومشان ما نطول الحلقة عليك وعلى المشاهدين. لك كانت اكتر من 40 دقيقه، وصار تقريبا 50 دقيقة يعني. 50 كمان. على كل، أنا أشجع أصدقائي على الاتصال فينا وطرح الأسئلة، وفي سؤال بصراحة السؤال هذا أظن بدنا حلقات أخرى يعني، فبدك تكون ضيف عندنا دائما أظن في البرنامج الجديد. الشرف إلي أخوي أحمد، الشرف إلي بصراحة يعني، وأنت شجعتني على البرنامج هذا، وأنا متشجع جدا لهالبرنامج هذا، وأنا أتمنى يعني استضافة عقول يعني كمان وكمان من مش من أصدقائنا المثقفين يعني، اللي ممكن نعمل شيء ممكن نصحي هالناس، هي أهالينا اللي غارقين في الحروب للأسف الشديد يعني، هدفنا كله بالنهاية إنه ننقذ أهالينا اللي غارقين في هالحروب هي، وعسى ولعل يعني نقدر نمسك الخيط الأخير من ركب الحضارة يعني، هي هذا الهدف الأخير في النهاية. أنا شايف إن الهدف الرئيسي يعني من وجهة نظري يعني، أو على الأقل اللي بعمله من خلال صالوناتي الكثيرة في القاهرة والإسكندرية أحيانا خارج مصر، هو محاولة إيقاظ الوعي، وأن الإنسان يكون في شيئين: واحد، عقل نقدي يختار، ما إن شاء الله يختار إيش بالذي يعني قرر يبقى مثلا يروح للطوطم، هو حر. لكن يكون اختيار عن وعي. ثاني شيء السماحة وقبول الآخر، يعني أول شيء على العقل النقدي، وأول شيء مكرر وليس الثاني، هو السماحة وقبول الآخر وعدم اللجوء إلى العنف. بكل تأكيد أحمد، بصراحة هو السؤال تبعي كان إنه هل بريطانيا حاليا في مرحلتها إلى الشيوعية؟ لأنه ماركس تعرف أنت قال بريطانيا هي راح تصل للشيوعية، توقعات ماركس، توقعات ماركس، ماركس توقع أن الشيوعية أول دولة ستدخل في هذه المرحلة هي يعني هي بريطانيا العظمى وقتها، وما زالت جريت بريتن حتى الآن بريطانيا العظمى قديما وحديثا يعني. لكن أنا شايف المسألة يعني زي مثلا مع الاعتزاز بالإخوة الأناكيين اللي هو اللاسلطويين، يعني الناس بتجيبوها أحيانا في العربي لا فوضوية، وكلمة سيئة باللغة العربية، فالأفضل أناكية هي اللاسلطوية. فالتيارات اللاسلطوية والتيارات الشيوعية وكذا مع كافة الاحترام هي تجارب لم تمارس في التاريخ، يعني هما بيقولوا في حالات معينة لكن حالات إيه لا أصل لها. يعني إحنا في هذه اللحظة من التاريخ الحلم الكبير من وجهة نظري أنا للإنسان إنه يحصل ما يشبه يعني حكومة عالمية أو عولمة أخلاقية، يعني عولمة فيها العدالة وحرية للجميع، ليست عولمة رأسمالية يسيطر فيها مجموعة من الناس على باقي إيه؟ على باقي الجنس البشري. يعني تكلم عنها توينبي، وتكلم عنها بوبر، وتكلم عنها حتى كانت زمان ورسل في الحديث، كل هذه الأفكار يعني الحالمين بالإنسانية. يعني احنا في انا من انصار هذا، حتى في محاضراتي كثير ما اقول ان الحضاره الانسانيه نمبر 1 لسه ما حصلتش، احنا لسه في حضارات اللي هي يعني كل الحضارات التي مرت عدهم توين بحاجه و20، يعني نذكر منهم مثلا في اللي عايشين الان في اللحظه الحاليه الحضاره العربيه الاسلاميه او انقاض الحضاره العربيه الاسلاميه، الحضاره الصينيه والهنديه او انقاذهما، والكوريه، وحاجات اصغر بقى من كده يعني الحضارات الكبرى الاربعه في الارض الان: الصينية والهندية والعربية الإسلامية والغربية. والغربية هي الحضارة السائدة، وهي الحضارة التي يعني وفقا لتوينبي ووفقا حتى لشبينجلر المتشائم، وهو فيلسوف تاريخي متشائم، يرى أن هذه الحضارة إذا يعني إذا تخلصت من مركزية الرجل الأوروبي، واللي هي واللي زي ما بيقولوها الأمريكان الواسب اللي هي وايت انجلو ساكسون بروتستانت، اذا تخلصت من هذه الاشياء عندها القابليه للذهاب للعالميه، خصوصا انها ذهبت للعلمانيه للعالميه بالفعل في الانتشار وفي التاثير، ف
في الكوكب. أول مرة في تاريخ الإنسانية حضارة تستطيع أن تؤثر على الكوكب كله أو تتصل بالكوكب كله، من الإكسكيمو حتى يعني جنوب أفريقيا، حتى الجماعة اللي كانوا عايشين في حالهم معزولين عن مشكلات العالم القديم في أستراليا وفي أمريكا الشمالية والجنوبية، كان الناس منفصلين عن الكون وليهم أديان أخرى وقصص أخرى غير قصصنا إحنا هنا التي كانت تتداول في الشرق الأوسط. يعني أشكرك أخويا، هذا الحلم أنا أحلم به وأرجو يعني أن يكون يحلم به كثير من البشر. صراحة هو حلمي أنا الحكومة العالمية، هي أنا أظن يعني هي بوادرها بدأت من لكن مش عادي بالعدل كيف؟ بيكون فيها عدل. طبعا يعني هو بقى البوادر يعني طلعت من القرن الماضي، يعني ولادة الاتحاد الأوروبي، ولادة مثلا الاتحاد الأفريقي، ولا تجمع شمال أمريكا، كندا، مكسيك، أمريكا، الولايات المتحدة. يعني صحيح في شوية قفزة لقدام وقفزتين لقدام، قفزة لورا، ولكن يعني بالنهاية أظن يعني إذا الإنسان راضي يبقى على قيد الحياة وراضي يتم بهالاستمرارية التقدمية خلينا نسميها، لازم يتجمع، يعني لازم بالنهاية نصل لثقافة عالمية موحدة، يعني أظن يعني على ما أعتقد، وخصوصا الإنترنت يعني بداية الخط التليفوني لنتكلم مع بعض مثل أقول. وإذا حدثت هذه الحضارة حتى لو إرهاصاتها وبوادرها، الأديان التي ستعيش في القرن 21 وال 22 هتكون الأديان التي هي أكثر إنسانية، كلما يعني أو حتى هيحصل تطويرات، يعني تطورات وتغييرات كالتغييرات التي حدثت في الكنيسة الكاثوليكية تحديدا. الكنيسة الكاثوليكية لها تجربة يعني طويلة في هذا المضمار. طيب معنا اتصال من أخونا قيصر أظن، وصديق لك كمان أحمد. قيصر تفضل. مرحبا أستاذ أحمد، كيف أخبارك؟ أهلا وسهلا سيدي العزيز. يسمع صوتي ولا لا؟ هو سمع صوتك أهلا وسهلا فيك، فأظن أنت ما تسمع صوته، تفضل. طيب إحنا أصدقاء طبعا على الفيسبوك، وفي بيناتنا كلام، في بيناتنا أسئلة، وسعيد جدا بحضورك بهذا البرنامج. شخصية أكيد مؤثرة وأنا من المتابعين لك. مداخلتي أحكي عن عندي مداخلة وعندي سؤالين. تفضل. المداخلة فيما يخص ما ذكرت حضرتك عن موضوع الإيمان والعقيدة، أنا صدفة كنت أحكي مع جان قبل كم يوم، ذكرت هذه المصطلحين، أنه فيما يخص الإيمان أنا أرى أن الإيمان ممكن أن يكون مبني على مراقبة لظواهر حسية وتراكم معرفة تؤدي إلى أن أنت تصدق أن هنالك حقيقة ما، لكن العقيدة شيء آخر، أن أنت تتلقى المعتقد يتلقى حقيقة معينة نتيجة التلقين في المجتمع ويرى بأنها غير قابلة للنقاش وغير قابلة لإثبات العكس، فإن كأنما هي منظومة فكرية متكاملة. فيدخل هنا موضوع الجبر الاجتماعي، التلقين، الثواب والعقاب، يصبح الشخص مؤدلج. لذلك التركيز في الإيمان يكون على قاعدة البيانات، أنه كيف تعلم الإنسان مجموعة من الظواهر الحسية والمعاينة والخبرة والمعرفة لكي يصل إلى يصدق شيء معين. لكن في العقيدة لا، التركيز على النتيجة، التركيز على الحقيقة المطلقة، أنه هي هذه حقيقة مطلقة، خذها استوعبها وليس لك حق المناقشة. من هذا السبب العقيدة تكون أقوى من العقل، لكن أرى في الإيمان أن العقل أقوى من العقيدة. هذه مداخلتي، اسمع حضرتك. وفيما يخص الأسئلة، سؤال الأول أنه أنت كأستاذ فلسفة، بغض النظر عن لقب الجامعة وكذا، أنا بالنسبة لي أنت أستاذ، إذا أخذت في تاريخ البشرية وقسمتها التقسيم الكلاسيكي هذا المعتمد في تقسيم الفلسفة، هل ترى أن الإيمان بأشكال المختلفة حتى لو كانت ربوبية أو تأليه أو كذا هي كانت الصفة السائدة للفلسفة، يعني تطبع الفلسفة؟ هذا سؤالي. السؤال الآخر أنه أنت حضرتك في مؤتمر، أعتقد هذا السؤال قيصر يا ريت تعلي صوتك كمان شوي. العفو هسه أحسن؟ تفضل أنا كتبت السؤال الأول، تفضل السؤال الثاني. السؤال الثاني أنه حضرتك
الأستاذ أحمد سعد زايد في مؤتمر أعتقد في النمسا كان عن موضوع إيجاد هوية موحدة للبشرية، موضوع في منتهى الروعة، ذكرت أن العقبات الأساسية في هذا الطريق هو الرأسمالية، النظام الاقتصادي الرأسمالي والديكتاتورية والأديان الإبراهيمية. انطلاقا من هذا السؤال أنا حبيت أسمع رأيك، أنه هل تعتقد أنه في التركيز على اللادينية، وأنه إذا كان تكثفت جهود الشباب والمجتمع اليوم على التخلص من الأديان، هل هذا يكفي للتنوير والحرية للنهضة بهذه المجتمعات؟ يعني إلى أي مدى دور الدين هو مهم حتى ندرك إحنا أهمية أو مقدار الجهود التي يجب أن تبذل في هذا الاتجاه؟ هل هنالك محاور أخرى ذات أهمية كبيرة؟ لا أريد أن أطيل عليك أكثر، شكرا جزيلا، شكرا لحضورك، وأنا متابع للبرنامج. أشكرك قيصر، أشكرك جزيل الشكر. شكرا شكرا شكرا. طبعا قيصر ما كان عم بسمعك اخوي احمد، لذلك هو لا سمعت بس يعني مش 100%، بس تفضل يعني قول السؤال ثاني. السؤال الاول هو قال لك سؤال ثاني ولا الاول انه هو بدك؟ لا لا يعني بقول قول السؤال ثاني، السؤالين يعني. طيب هو قال السؤال الاول هل ترى في الايمان الصفه السائده للفلسفه، والسؤال الثاني عم بيقول أنت طرحت في محاضرة في النمسا أن العوائق لتوحد البشرية أو العولمة الحقيقية الحكومة العالمية وتفر يعني الأسامي، أن العوائق هي الرأسمالية والدكتاتورية والديانات الإبراهيمية. فالسؤال عنده هل جهود الشباب اللي على الفيسبوك على اليوتيوب تكفي للتنوير، وإذا في محاور أخرى يعني ممكن تشيلها العوائق هي للتنوير يعني؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الأول بخصوص الفلسفة، وهل الفلسفة يعني فيها إيمان؟ لا، الفلسفة لا يوجد فيها إيمان في الأساس. يعني الفلسفة هو احيانا تولد ايمان، يعني زي يعني هو زي اللي هو المداخله بتاعت الصديق العزيز واللي اشكره عليها، الفرق بين الايمان والاعتقاد هو زي بيقولوا لا مشحه في الاصطلاح، يعني مش عايزين نخش نتجادل في ايه في الاصطلاحات وكده، لكن يعني العقيده اقرب لايه، احيانا بتلقن طبعا، يعني زي الفلسفه احيانا ممكن تلقن، فاذا تلقنت لم ما اصبحتش فلسفه، اصبحت اقرب للايديولوجيا، الايديولوجيا اللي هي يعني مش عايز اخش في تعريفات وكلام كتير، لكن ايه الفلسفه اذا اصبحت يعني إيه زي الفلسفه الماركسيه، واحنا قاعدين بنتناقش كده فلسفيا في الافكار بتاعه ماركس، الشخصيه العلميه ما شابه كذا وبتاع، لكن لما بتحط في صوره فنيه ومسلسلات ومسار وحيات وخطب عصماء يعني في معابد الماركسيه، فبتتحول الى دوغما، والدوغما يعني عقيده ويعني ايمان ايضا، عقيده وايمان. وانا بفرق بين العقيده والايمان تفريق بسيط قوي. العقيده احيانا ممكن تكون ملقنه، واحيانا بيكون الانسان نتيجه جهد معين فلسفي او بحثي او كذا وصل لقناعات. كلما كانت هذه العقيده صلبه زي ما بيقول بوبر، يعني اسطوت عنده اطار وعقيده جامده، اصبحت يعني عقيده من وجهه نظري سيئه. وكلما كانت هذه العقيدة عقيدة فيها كده ايه يعني قبول الآخر وفيها جدل وفيها قابلية لتطوير الذات، فكانت عقيدة من وجهة نظري عقيدة جيدة. الإيمان أبعاد في قلبية كمان، يعني مش أبعاد الإيمان، يعني في التلقين أيضا موجود طبعا لا شك في الإيمان، لكن الإيمان في جزء كبير جدا ايه يعني شعوري قلبي، يعني يعني الايمان بيكون نابع اكثر يعني من بالفن ومن الصلوات والبكاء وما شابه ذلك، فده اللي بيخرج عن الانسان اكثر ايمانا. ويعني مش عايز استطرد، انا ممكن اقعد استطرد كتير واضرب امثله كثيره، لكن يعني زي ايمان البسطاء والعجائز، يعني هو في جزء تلقيني وفي جزء يعني زي ما قال احدهم يعني عالم كبير في علم الكلام واللاهوت
يقول انا ارجو ان انا اموت على عقائد وايمان العجائز البسطاء في نيسابور. يعني ليه؟ لان هو عنده اشكالات في ذهنه، يعني لان هو حاول يعمل عقيده مبنيه على اسس عقليه والايمان مبني على اسس قلبيه اكثر. الفلسفه احيانا تتحول الى ذلك طبعا، لكن هو ما فيش فيلسوف، يعني اي فيلسوف تقول له انت دوغمائي او انت يعني باني على افكار صلبه هيتخانق معاك على طول. يعني حتى لو كان هيجل صاحب النموذج المثالي المطلق، حتى ماركس، يعني ماركس طبعا في بعض الناس يوصفوه انه دوغمائي وهو عدو الدوغمائيه، يعني يقول الدوغمائي ده يعني كانه حمار يعني. فهو لكن هو عنده افكار معينه هو يرى سواء بحق او بباطل، دي مساله اخرى، انها افكار علميه منطلقه من ايه، من علم. وانا ارى موت الفلسفه هو يعني بدايه الدوغما هي بدايه موت الفلسفه. ولا يوجد فيلسوف ابدا يعني يقول انا ايه عندي دوغما، يقول لا انا عندي افكار لي عليها حجاج فلسفي وحجج فلسفيه وانا متبع ايه يعني افكار علميه او شبه علميه. السؤال الثاني بقى الخاص ب بالمؤتمر اياد اهو، يعني انا على اشكال الورق ده كان في مؤتمر الفلسفه في الاسكندريه، يعني انا ممكن اشرت اليه في احد المحاضرات في الخارج، لكن ما علينا. اللي انا بقوله في مساله الهويه الانسانيه الواحده ضدها، يعني او الرأسمالية الجشعة التي تريد حكومة عالمية لكنها غير عادلة، والقوميون المتعصبون والدينيون خصوصا الأديان الإبراهيمية التي لم تستطع تجاوز قبول الآخر بالكلية، تريد أن تفرض على الناس حقيقتها المطلقة. يعني ما فيش مشكلة ان الواحد يكون عنده حقائق مطلقة او حتى عنده دوغما، الاشكال في ان يحاول ان يمارس هذه الدوغما على الاخرين. يعني زي ما بيقول المثل الشهير، يعني ليس عندي مانع ان تعبد حجرا لكن يا صديقي لا تلقني به، يعني او تاكل فأرا لكن لا تدعوني الى هذه الوليمة، يعني كله بالهنا والشفا. فهي نفس الفكرة، يعني لابد الاديان الابراهيمية خصوصا المسيحية والإسلام وفيها رغبة في أهيمنة على الكون. حتى فكرة المهدي أو المسيح الذي سينزل فيحكم العالم فيصير العالم كله من أتباع السيد المسيح، أو المهدي أو المسيح اليهودي الذي لم يأتي بعد، يعترفوش بالمسيح الحالي اللي هو مسيح المسيحيين، المسيح اليهودي الذي سيأتي فيفرض سلطان بني إسرائيل على الكوكب، والمهدي الذي يكسر المهدي الإسلامي بقى الذي سيكسر الصليب ويذبح يعني يقتل كل الخنازير فينقرض الخنزير من على كوكب الأرض. أنا شايف كل هذه الأفكار أفكار يعني هي طفولية إلى حد كبير، يعني أنا شايف الأفكار ده هي أفكار طفولية لأنها هي بنت مأساة. يعني فكره المهدويه وعوده الشخص المنتظر في اذا كنت انت فشلت في البدايه، يعني انت عاوز ملحق يعني فيعني اذا كنت انت ترى نفسك فشلت في البدايه عن تحقيق نموذج، فلماذا تصدر هذا النموذج الى المستقبل يعني وتوصله في المستقبل، حتى يمكن تصورك المثالي الذي عقلك او بافكارك الدينيه للمستقبل ابشع حتى من الممارسه التاريخيه. يعني انت لما تقرا كده السيطره على العالم، ما هو اكيد السيطره دي في مجموعه من الناس هتقول لا، طب هتعمل معاهم ايه؟ هيضع الجزيه ويقتل كذا وكذا. انا شايف دي نتيجه يعني الافكار، وهي فكره المهدويه دي او المسيح او العائد الغائب الذي سيعود، هذه الفكره مكرره في كل الاديان بالذات الاديان التي مرت بمراحل من اليهود كانوا مضطهدين، المسلمين حصلت لهم الفتنه الكبرى، المسيح اتمسك اتعلق وهرب، يعني حتى في الروايه الاسلاميه ان هو يعني ربنا انقذه وطلع الى السماء، وفي الروايه المسيحيه انه صلب وتعلق واتضرب بالمسامير ورفع الى السماء بعد ثلاث ايام لما كان في القبر ولا كذا. فهذه النهايات الدراماتيكيه
يعني هي التي ولدت هذا الشعور. حتى عند كريشنا عند الإخوة الهنود أنه هيرجع برضه في الآخر ويعمل أشياء ويسوي أشياء. أنا شايف هذه الأفكار يعني هي عوائق للتعصب الديني عموما، التعصب الديني والتعصب القومي، وهما يعني أكبر عائقين من المجتمع ومن السلطة السلطة المتأثرة بالنظام الرأسمالي الجشع. الثلاث حاجات دول شايفهم أكبر ثلاث معوقات، يعني إنه يدوا أديان أكثر سماحة، أكثر قبول الآخر بشكل حقيقي، أقل إيمانا أو مش أقل، لا يوجد إيمان بالعنف، يعني اللي هو يعني قبول الآخر مطلقا، قبول الآخر مطلقا، وعايز تقنعه بلسانك اقنع، بتقول أفكاري يا رب. أنا مثلا يعني في مصر هنا مقتنع بالديانة الطاوية أو الكونفوشيوسية، أو أدعو الناس لها طالما بالحسنى ومن غير ما يعني أأذي أحد أو أفرض على أحد أفكاري، دعه ودعه يأمر يعني. بس يعني هو السؤال الأخير وأرجو أقول يعني بيّنت بعض المعنى. أكيد. سؤاله كمان هو هل جهود الشباب اللي إحنا بقى تكفي؟ لا شك أن يعني تكفي ما تكفيش، هذا شيء عنه المستقبل، ليس عندي بلورة أستطيع أقول تكفي ولا لا تكفي، لكنها مفيدة، أكيد مفيدة. كل جهود الشباب، يعني أنا شايف يعني كل التيارات، سواء كانت حتى يعني تيارات التي تعطي تفسيرا جديدا جيدا للدين، دي تيارات جيدة. يعني نضرب مثال مثلا حتى بالشيخ محمد عبده مثلا، أو بأكون، أو بغيره، جمال البنا عندنا كان في مصر نماذج كويسة. وأيضا التيارات اللي هي بتحاول تشكل وعي نقدي وتنتهي إلى ما تنتهي إليه من لا دينية بأنواعها المختلفة، أيضا تيارات جيدة من علامات الصحة في المجتمع. والأهم أيضا التيارات اللي هي برضو التيارات اللي بتنادي بالعدالة الاجتماعية في الكون، الحركات وكتاب كثيرين ينادون، يعني ذكرت أسامي بعض، مش عايز أقول أسامي كتيرة كده، لمفكرين وفلاسفة وحركات اجتماعية، لكنها حركات اجتماعية تنادي بأن الإنسان يعيش في مجتمع أفضل، الإنسان العالمي يعني على مستوى العالم كله يعيش في مجتمع أفضل، وينادون بعولمة، عولمة ليست رأسمالية جشعة مسيهيمن عليها من بعض القوى الغربية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها عولمة مبنية على التبادل الثقافي وقبول الآخر والعدالة الاجتماعية الأهم، وحق الإنسان في حقوقه الأساسية من الغذاء والعمل والتعليم والصحة وكل هذه الأشياء للكوكب كله، وليس للفئة دون لفئة دون فئة، فئة دون كثير من الفئات. بالضبط. وعلى كلنا حتى اخواننا المؤمنين يدعون لعولمة، لكن عولمة على طريقتهم يعني. على كلنا في عنا أسئلة كثير بصراحة أخوي أحمد، وما بعرف وقتك كيف الوقت معك يعني. لا يعني ربع ساعة كمان ونخش، يعني أنا والله مسعيد بالحديث يعني، بس يعني زي ما أنتوا عايزين. تمام أخوي. على كل في الأخ 111 عم بيقول كيف يرى الأستاذ أحمد مستقبل الإسلام السياسي في الدول العربية؟ مستقبل الإسلام السياسي أنا شايفه إلى زوال، لأنه قائم على مجموعة من الخرافات، مجموعة من بعيد عن الإسلام كدين. يعني الإسلام السياسي ذاته مؤسس على أفكار يعني بعيدة كل، يعني مثلا زي شعار، يعني اللي هي محاضرة في هذا موجودة، لكن أنا زي شعار مثلا الإسلام هو الحل، شعار، لأنه يعني السؤال، يعني أنا ممكن أجي أقول في مصر مثلا أو في سوريا أو في العراق أقول لهم يا جماعة البوذية هي الحل، ممكن يسمعوا لي يعني، بحيث شيء جايب شيء جديد يعني. الإسلام، والإسلام البلاد دي بقى لها مسلمة أكتر من 1200 سنة، 1400 سنة على حسب البلد يعني، يعني قول أكثر من 1000 سنة بلا شك، كل الدول العربية بقى لها مسلمة أكتر من 1000 سنة. طيب هل هذا منع الإشكالات التي حدثت في التاريخ؟ كثير الإسلامي يعني الصفحات التاريخ الإسلامي معروفة، كثير من الصفحات كانت مش ولا بد،
فالتجارب الدينية يعني أو يعني كانت مش يعني نيجي نعمل مقارنة بين واقع العرب تحديدا قبل الحملة الفرنسية وبعد الحملة الفرنسية، شيء جيد يعني أكيد، لكن بقول إن المرحلة كانت قبل الحملة الفرنسية وقبل الاتصال بالحضارة الغربية كان الواقع بتاع الشعوب أسوأ، وبعد الاستعمار في حاجات اتحسنت وحاجات فضلت سيئة، وهناك طبعا شر الاستعمار والمستعمر الجشع الرأسمالي ما شابه إلى ذلك، لكن كان له جوانب مفيدة. دي أول نقطة. تاني نقطة، ما هو الإسلام بقى؟ الإشكال، أنا قلت لأحد أصدقائي من الإسلاميين أيام ما كان موجود الدكتور مرسي رئيس للجمهورية، فبقول له يا عم إحنا هنخلصكم من الإخوة البهائيين والمسيحيين واللادينيين والملحدين، كل هؤلاء الأشرار سنرسلهم إلى بلاد أخرى وسيبقى الإسلاميون في هذه البلد، في مصر يعني. أول حاجة هتحصل، ما هو الإسلام؟ يعني السلفي سيقول كلام، والتيارات السلفية ليست سلفية واحدة ولكنها سلفيات، والصوفية ليست صوفية ولكنها صوفيات، والإخوان وحزب الوسط وغيره وغيره. أول شيء سيتنازعون عليه ما هو الإسلام، فضلا بقى عن الإشكالات الواقع اللي في ناس تانيين غير مسلمين في هذه البلد، القناعات بتاعتكم، أو حتى مسلمين ليسوا يعني مسلمين علمانيين، ليسوا يعني مؤمنين بالأفكار الإسلام السياسي، أو حتى مسلمين إسلام تقليدي، يعني أنواع كتير من الناس هتعملوا معاهم إيه؟ إذا كنتوا يعني الذين يؤمنون بالإسلام السياسي ذاتهم غير متفقين على الإسلام السياسي. فأنا بقول الشعار، فأنا قلت لهم يعني كنت أضحك معاهم، أقول لهم الإسلام هو المشكلة مش هو الحل. إذا أنتم يعني بدأتم هكذا فهتنتهوا إيه؟ إلى حرب دينية، فلماذا لا يقبل كل بدل الآخر ونتناقش بالعقل؟ لأن الله لا يتكلم في هذا العصر، يتكلم يعني القرآن أو الإنجيل أو التوراة أو أي هذه الكتب لا تتكلم، دي نصوص أغلبها في عبارات أدبية تفسيراتها لا نهائية، حتى يعني كثير من الفلاسفة الإسلاميين قالوا كده، الفراوي تحديدا يقول يعني التفسير النص الديني عشرات التأويلات، وكل واحد يعتقد ان التاويل بتاعه هو السليم وتاويل الاخر، يعني لو انا يعني بسيط اقول مبتدع. ودي اشكالات التاريخ الاسلامي كله، لا يوجد تيار اسلامي واحد ما بيقولش انا مرجعي الكتاب والسنه، يعني في الاسلام تحديدا كلنا بنقول يعني كل الطوائف الاسلاميه بتقول الكتاب والسنه، يعني سواء كانوا شيعه سنه بالطوائف الكتير اللي داخل كل طائفه، وكله بيقول يعني ان انا ماشي على القرآن وعلى السنة الصحيحة الثابتة عندي، وكل هذه الخناقات موجودة. فانا شايف الحل ليس في الدين بهذا الشكل، يعني او زي ما قال بعضهم، يعني لو ناخذ القيم الإنسانية واحدة، يعني ما فيش واحد هيقول لك اغتصب زوجة جارك او زوجة صديقك، ولا واحد هيقول لك اسرق، يعني لو رحت الماركس تقول والله انا عايز اغتصب يعني مرات جاري ولا هسرق فلوس من البنك، هقول لك يا عم حرام عليك، ماركس هيقول لك حرام عليك يعني. فالعمليه يعني حتى الدين ذاته يقول في حديث مشهور اللي هو انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، هذا اعتراف في هذا الحديث بان مكارم الاخلاق موجوده، بس انا يعني هحسنها شويه. بس اشكرك اخوي احمد، طبعا اصدقائي مستحيل ممكن ناخذ كل الاسئله لانه بضي 10 دقائق، ونحاول قدر الإمكان أنه نأخذ الأسئلة البقية. في جيز أظن عم بتقول أو عم بيقول، السؤال للأستاذ أحمد، كيف يمكن التعامل مع الأفكار الدينية المتشابهة من مهدي ومسيح وغيره ونقدها، رغم أنها أتت من صلب التراث الديني، أحاديث صحيحة وغيره؟ يعني هو سؤال يعني كيف يستطيع، هو طبعا السؤال لابد ان يوجه اكثر لرجال الدين بالدرجه الاولى، والسؤال يعني زي ما قلنا النصوص الدينيه حملت اوجه، النصوص الدينيه فيها تاويلات كثيره، يعني من داخل من اشهر الناس اللي قالوا في العصر الحديث بنفي فكره المهدويه، يعني ابن خلدون انتقد فكرة المهدي مثلا، ده قديم شوية، ومحمد عبده
أنها فكرة متخلفة نتيجة عوامل طوائف معينة أو الفتنة الكبرى والأزمة وبتاع. قالوا هل معقولة كده يعني بعد الرسول وبعد الفتوحات والغزوات انتهينا إن إحنا بنقتل بعض؟ وحصلت كل هذه الإشكالات. لا بد أنه سيأتي عصر ستكون فيه حكومة إسلامية يعني إيه أفضل حتى من حكومة الخلفاء الراشدين، يعني لأن الخلفاء الراشدين كانت عصورهم عصور إشكالات، يعني حتى لو كانوا هم أشخاص في ذواتهم كويسين علي وعمر وعثمان وكده، لكن كان في إشكالات، في يعني دولة في حالة حرب آخر في الفتوحات، أو حرب داخلية في أيام عثمان وعلي ومعاوية بعد كده وقتل الحسين والقصص دي كلها. فكل يعني دولة مش دولة مستقرة، يعني أي إنسان عادي طبيعي ما يحبش يعيش في دولة في حالة حرب، عاوز يعيش في دولة يعني في السويد، في حاجة يعني دولة فيها الحاجات الأساسية، يستطيع يربي أولاده حتى بحرية، حتى لو كان له مذهب ديني معين، يعني عاوز يعيش الحال. فالسؤال بيقول إن إحنا إزاي نتعامل مع هذه الأفكار، يعني الحل بالنسبة التأويل الإنساني، الإيمان بإنسانية هذه الأديان على الأقل على مستوى التأويل، يعني حتى لو أنت مؤمن بعصمتها وأنها نزلت من السماء، لكن التأويل في النهاية إنساني الذي يفسر هو شخص سواء كان الطبري أو محمد عبده أو غيره. فلا بد ان الانسان يحاول يجاوب على اشكالات عصره بشكل اكثر انسانيه، والنص الديني دائما يعني فيه كل شيء، يعني فيه اذا ضربك على خدك الايمن دور له خدك الايسر، اعطيه خدك الايسر. وفي ايضا في عند المسيح يعني ما جئت لالقي نار سلاما ولكن جئت لالقي سيفا ونارا. وفي القران في المسيطر وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وفي ايه قتلوهم واذبحوهم وكذا، يعني اذا قتلتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني النص حمال. انت يعني حقيقي انا يعني من وجهه نظري الدين وقصه الدين انه الدين يفسره الانسان القاسي تفسير قاسي، والانسان المتسامح سيفسره تفسير متسامح. ففي النهايه الله لا يتكلم في هذا العصر، الله يتكلم يعني في نصوص ادبيه قديمه موجوده من 1500 سنه ولا 1400 سنه او 2000 سنه او 3000 سنه، انت اللي هتعطيها المعنى. فهذا سؤال بالاساس طبعا موجه ل رجال الدين بشكل اساسي، لانه عامه المسلمين غلابه، وعامه المسلمين اقرب او المسيحيين او المتدينين يعني اقرب للسماح على الاقل، يعني الا لو يعني تم عمل له عمليه من عمليات غسيل المخ. لكن اهالينا عاده يعني المعظم الاغلب يعني فيهم نوع من السماح. اظن اخونا السائل فكرك احد رجالات الدين، يعني انت احد رجالات الفلسفه ولست يعني نحاول برضه يعني اظن على كل يا احمد في عندنا 6 دقائق، وانا كنت حابب تحكي لنا عن الصالونات اللي انت اسستها واشتغلت فيها وتعاملت معها، وشو هدفك من الصالونات هي؟ ما بعرف تحب 5 دقائق يكمل ربع ساعه اللي اعطيتنا اياها. ماشي ربنا يخليك، شكرا. تفضل. اقول لك يعني انا شايف الصالونات دي شيء ضروري واساسي. حتى لما كنت في بريطانيا دعوت كثير من الاصدقاء اللي قابلتهم في لندن، وفي لما رحت هولندا ايضا وكذا، بدعو الناس تجتمع حتى لو عبر الانترنت، حتى لو مره في الشهر. فكره التلاقح والاتصال ووجود يعني ايه كوميونتي من الحوار الهادئ ده بيعطي نموذج وبؤره مضيئه وبيأثر في الناس. يعني انا ايماني بالصالونات ده من زمان جدا، يعني من كما انا حاولت ان اكون عقلانيا، حاولت ان انا اكون مثقفا، فحاولت ايضا ان انا اعمل هذه الحاله من الحوار من التسعينات، وكنت حتى توجهاتي الفكريه مختلفه ومتطوره دايما. ففكره الصالون فكره اساسيه، ولعل مشكلات الربيع العربي انه كان يعني عنده طموح سياسي ثقافي. يعني انا يعني اذكر حاجه وافخر بيها،
ومن حقي افخر بيها، ان انا في مارس 2011 بعد سقوط مبارك مباشره، يعني كتبت ورقه كده متواضعه في مؤتمر اسمه مستقبل الثقافه العربيه في اتيليه الاسكندريه اتحاد الفنانين والكتاب في مدينه الاسكندريه مدينتي، وقلت فيها حتميه الثوره الثقافيه لنجاح اي ثوره سياسيه. ما فيش ثوره في الوعي وثوره في الثقافه وحداثه حقيقيه في الافكار، الافكار اللي هنخش نلبس في حيطه، يعني هنخبط في حائط صلبه، ده يعني اللي حصل. بس انا كنت امام طبيعتي شخص متفائل، يعني والصالون بتاعنا هذا يعني عاملين صالون زمره ده من قبل 25 يناير، من قبل الثوره المصريه 25 يناير، وعامل صالون الاسكندريه ده من التسعينات، وعاملين صالونات هنا وهناك يعني في القاهره وفي الاسكندريه ايضا، اللي عملت فيها سلسله الفتنه الكبرى وسلسله الحضارات وسلسله الاديان، محاضرات كثيره يعني على اليوتيوب لمن شاء ان يشاهد. يعني اشكرك اخوي احمد، وانا اشدد وادعو الناس جميعا الى انشاء هذه الحاله من التامل والتفكير العقلي وتنميه الذات، وايضا عمل هذه المجموعات والصالونات مع ناس فيهم شرطين: حب الثقافه والمعرفه، رغبه في تكوين عقل نقدي، والحاجه الثالثه نبذ العنف بكل نبذ العنف بالممارسه طبعا، ده لا شك فيه، وحتى بالتحريض. اشكرك اخوي احمد بصراحه، انا تعرفت عليك من خلال الصالونات بس على اليوتيوب، انا يعني ما اظن، ما اعتقد في محاضره لك انا ما شفتها، يعني ما اعتقد كل هذا يسعدني يا عزيزي. يعني انا معجب فيك بثقافتك وباسلوب طرحك الرائع، يعني اسلوب، اتمنى يكون عندنا عديد من المثقفين بهالشكل من الطرح، يعني الطرح الراقي الغير منحاز. يعني انا تفاجأت انه في اشخاص ممكن يفكروا هيك في عالمنا، يعني انا بهذاك الوقت كنت منبهر، ولحد هالساعه هي منبهر، وانا دائم يعني التوق انه اشوف محاضرات اخرى واخرى، يعني اقول لحالي استاذ احمد يتعب فيا ويقرا كل هالكتب، ونحن بنيجي على البارد نستريح خلال ساعه بنسمع الله يخليك يا صديقي، وارجو ان يكون يعني الجهود مثمره، ويكون في فعلا يحصل يعني كثير من البؤر المضيئه في العالم العربي خصوصا اللي احنا ولدنا فيه، ويكون في يعني حاله الحوار والصالون والنقاش وحتى المناظرة بس بأدب من غير ضرب، يعني نتناظر بدون ضرب وبدون سب. يعني كثير من الناس كنت بتكلم معاك بقول لك ان يعني ما يتحمل يسمع الآخر، يعني فيسب ويشتم، طب ما تتكلم بالعقل، يعني بقول كلام قول لي والله كلامك مش سليم لواحد واثنين وثلاثة بهدوء أعصاب وتكون مبتسم. يا ريت من غير صياح. يا ريت، هو شفنا نحن مناظرات، سوينا مناظرات بس للاسف ما هي بالمستوى المطلوب. يعني على كل اصدقائي طبعا رابط قناه اخونا احمد موجود تحت الفيديو، بتمنى من كل الاصدقاء انه يشتركوا بقناه اخونا احمد ويشوفوا المحاضرات، بصراحه في كم هائل من المحاضرات، يعني اتمنى كمان تتوزع على الاصدقاء باصدقائكم ويتعرفوا على المحاضرات هي، لانه بصراحه كنز ثقافي، يعني محتاجينه نحن حتى نوعي هالعقل، هذا العقل الموجود بمنطقتنا الشرق الاوسط وفي الدول الاسلاميه عموما بصراحه، وغير يعني المتكلمين باللغه العربيه وغير المتكلمين باللغه العربيه محتاجين لثوره ثقافيه مثل ما قال اخونا احمد. وانا بقول للناس اللي ما جاوبناش على اسئلتهم يعني يبعتوا لي على حسابي في الفيسبوك، يعني عاده برد على كل الرسائل بس احيانا اتاخر نتيجه، لو يعني في يوم جالي كذا عده رسائل فاحيانا اتاخر، لكن يعني عاده الا لو انا نسيت يعني لا اترك رساله بلا جواب. اكيد انا اصدقائي اعرفهم هم من اليوتيوب، يعني اظن يعني اليوتيوب لا، هو احسن الفيس اللي عايز يبعت اسئله يعني يا ريت، او يعني استفسار او حتى اعتراضات على الكلام اللي بيتقال، احمد سعد زايد في الفيسبوك افضل وسيله اتصال يعني شخصي. هذا اليوتيوب اللي عايز يشوف المحاضرات بقى يعيش حياته. بالضبط اشكرك اخوي احمد، واذا في كلمه اخيره تحب تقولها في الحلقه هي تفضل. يعني اقول ان احنا علينا ان نجاهد ونحارب
بالوعي والحب بس يعني بالوعي والحب. هو هذا محتاجينه، وعي ومحبة، نحب بعضنا ونقبل بعضنا أهم شيء يعني. ما رح نقدر نقضي على بعضنا هي أكيد، فالأفضل إنه نقبل بعض ونحب بعض ونتعاون مع بعض حتى نصل يعني النهاية. النهاية بدنا أوطاننا ترجع سليمة، بدنا أوطاننا تكون أوطان يعني أقل شيء إذا ما كانت بقمة الحضارة أقل شيء منافسة، يعني أقل شيء تكون بصف الحضارات. يعني ما بدنا نكون الأول ولا الزعامة لنا، لا، بس بدنا نكون ضمن النسق الماشي، يعني ما نكون في آخر القطر إذا كان حاوينا القطر بالأساس. يعني أحيانا عائق في الحضارة بالضبط بالآخر في عائق كمان أحيانا يعني بالضبط للأسف الشديد. أشكرك أخوي أحمد وأسف لكل الأصدقاء اللي ما قدرت أخذ أسئلتهم. أشكرك أخوي أحمد وإلنا لقاء أكيد يعني بهالبرنامج هذا، بس بدي أشوف البرنامج هذا كيف رح يمشي. وأنا أشكرك على قبول الدعوة وتشجيعي لبداية أول حلقة من هالبرنامج هذا. أنا يسعدني جدا أن أكون معك في أول حلقة، وأجو ليك شخصيا وللأصدقاء جميعا وبرنامجك كل النجاح والتوفيق. شكراً شكراً أخوي أحمد. أصدقائي أشوفكم بحلقة قادمة، أتمنى تكون أسبوعية بداية، بعدين احتمال تكون يومية، لسه ما بنعرف كيف تمشي الأمور، لنشوف كيف تمشي الأمور. وأشوفكم بخير، إلى اللقاء.